الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بارك الله في جميع مقاصدنا في مقاصدكم. واجبة بالنخل رؤية الله تعالى. بلى. وقد ورد واجبة في نقل، واجبة يعني متحققة، نقول واجبة بمعنى مقابل يشغل أحكاما. بلى بلى بلى، أحكامات الشرعية. واجبة يعني متحققة. بلى. تاك في نقل، تاك حسب النقل. بلى. وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤيته، يعني إثبات رؤيته. بلى. رؤية المؤمنين لله تعالى في دار الآخرة دليل سمعي وارد بوا بإثبات دال بإثبات رؤية مؤمنا بو الله تعالى إلى قيامة الدار. أما الكتاب دليل سمعي بقرآن وسنة الرسول. أما الكتاب فقوله تعالى إجماع شد دليل سمعي. بلى. دلائل شرعي دلائل سمعي نديه دليل عقلي نبوده تسمعي. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوهك تاكا دروج قيامة دا ناظر شاد ناظر إلى ربي، أنت نقاهي خوي تبارك وتعالى وفرودقار إخوان عندك. بلى. وأما السنة فقوله عليه السلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أنقول فروردقاري خوتا دبينن دا قيامته دا هروكو ما يجد شوي بدر دا شوي چارده دا دبينن ساكا. بلى. يعني واضحة ما يجد شوي چارده دا واضحة. بلى. براو. بلى. أموكس ديبينيو. وهو مشهور رواه 21 من أكابر الصحابة، أو حديث مشهورة بيستو يجن فرلا صحابة روايتي عن كله. بلى. بلى. وأما الإجماع فهو أن الأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة. إجماع أو منقولة كأمة الإسلام مجمع بون بيش بيدايش أهل بدعة. بلى. مجمع بون بيش بيدايش أو خلافي خلافي أو إجماعي مجتمعين قرآن النسخة كانوا مستمعين. بلى. مجتمع بون لسر رؤيتها مو اتفاقي نزلي عن لسر رؤيتها بوا أجد أنا مستمعين يا مجمعين مجتمعين باش مجمعين يا جنابي مارسا. نعم خاصة الأوج مرادة. أما اجتماع دكات دليل إجماع مجتمعي لغوي منظور أوا يعني متفق القول بون بيش بيدايش نزاعك ومتفق القلب بون يعني إجماع. تمام؟ نعم ترجمة من اتفاقي نظر يعني إجماع. أوان لغوية مستمع بون لسريني مستمع الرأي بون استماع الرأي نتيجة كإجماع أو دليل شرعية كبيدل إجماع. بلى. ونيا؟ بلى. وأما وأن الآيات الواردة في ذلك محمولة على فهو أن الأمة كانوا مستمعين على أن الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرها هم اتفاق النظر على سر وقوع رؤية الآخرة ذهبوا هم مستمع متفق الرأي بون السروي كوآتاني كوارد بون دباري رؤية ذهبوا يحمل كرين سر ظواهر إخوان مؤولين. ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت شبههم وتأويلاتهم دوي انعقادي وإجماعي ظاهر بوقسي مخالفين وشبهي وتأويلات وان شايع بوا كاعتباري في ناكري هسا مخالفة إجماع حرامة. بلى. وأقوى شبههم من العقليات أن الرؤية مشروطة بكون المرئي في مكان وجهة ومقابلة من الرائي وثبوت مسافة بينهما بحيث لا يكون في غاية القرب ولا في غاية البعد واتصال الشعاع
من الباصرة بالمرئي وكل ذلك محال في حق الله تعالى. قوي ترين شبهة جمع الشبهية قوي ترين شبهية لا شبهي عقلي أو يدلن رؤية مشروطة بسنشتان يقمر إكادة مكان دابي دو دا جهات يقل جهات دابي سير دا مقابلة للترف رأيكي دا مقابليها بدا قر رأيكي تاكا يعني رأي مقابلي راوستي مسافة يشي خاصة عند بين داها بي وجوري شواك مسافة كنزو نزيق بينا بعيد بيو وشرط آخريش أويك شعاع متصل ببي لتشاورة بمرئيكي هموش أوانا جسمانيتي عند ومكانيتي دي ومو يدمر دي خداي دا محال تاكا في مكان بون محالة بو خداي في جهد بون محالة مقابلة لترف رائرة دا قلبي محالة مسافة بيني وبين خلائق محالة اتصال شعاع لباصير ربوي محاها مو محالا در حق الله تعالى أحسن مقابلة جهات فرق شيء نا يعني دكرة جهات بيوتو بشتتي بي بلا أي شو يعني رأيك بتشاو مقابلة لقلبك تمام يعني برابري راوستي بلا تمام بلا والجواب منع هذا الاشتراطي تاك دلي رؤية مشروطة بوانا ورؤيتي خوت مشروطة بوانا رؤيتي بشري بوانا أو اشتراطة برؤيتي الله تعالى وإليه أشار بقوله فيرى لا في مكان ولا في جهة ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله إشارة بوجوابي كردوها بجواب منعي أو اشتراطي كده فرمي متنك ده بندري خواه تبارك وتعالى ندى مكان دا ونا لسر جهتك كجهتك بريتي بلا جهتي مقابلة ده بمضافش لسر محذوفك مقاين جهتي مقابلة نق مقابلة مقابلة تفسير جهتين جهت بلا يكيد لن تاكا جهتك كده بتا جهتي مقابلة دا قر رأيك تمام بلا يعني جهتي مقابلة بلا رأيك بلا يا اتصال الشعاع يا ثبوت مسافة بين الرأي وبين الله وقياس الغائب على الشاهد فاسد أو كأوام بشر قتوا قياس غائب عن بصر شاهدي كدوا أو غائب باطلة تمام بلى داخل من الله الله تعالى بلا غائب أي غائب ليش غائب لا أي غائب لا لباصر ولا حواس غائب هي غيبني شاكا دي وقد يستدل على عدم الاشتراط غائب مقابل شاهد يعني حاضر وناظر حاضر وبيبيني ذاك او يمكن بشر ديبيني وقد يستدل على عدم الاشتراط برؤية الله تعالى إيانا وفيه نظر ذاك لأن الكلام بالرؤية بحاسة البصر استدلال ذكري لسر أوي كأو شرطنيا بوي كبرؤية الله يبو موني خدا أمد بيني وهي تيك لو شرطانا شينيا بلا يعني كأنه أمجد توين يبي بيني ببي أو شرطانا أو شرطانا وقبويني بو مجنيا أو كأنه جابي أو أقوى شبهان دعوته بلا دلنا أو استدلاله هزني نظري تدايا شنك أما رؤية الله تعالى بحاسية إما بحاسية خسلا رؤيتي بحاسة دكي رؤيتي بحاسة قياسناك لك رؤيتي بحاسة فإن قيل لو كان جائزر بلا جائزر رؤيتي والحاسة سليمة لوجب أن يرى وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها وإنه سفسطة فإن قيل قلنا فإن قيل قلنا ده جوابي أويدا أقر كتب على وجه الاعتراض بلن أقر خوي تبارك وتعالى جائز الرؤية بايا لو كان جائز الرؤية والحاسة سليمة أقر خوا جائز الرؤية بايو حاسش سليم بي ده بي واجبة ببندري خوي تبارك وتعالى هر لدنيا أجده وإلا دنا أقر جائز الرؤية بيو حاسش سليم بيو نبندري دكريب أما جبالي شي بليند مان لبيش لحزوري دابي ونشان بيني دابي جائز بيني ديتني وان
أوش سفسته يا بلي جبال يزور من لحضور داية وأمنا ينبينين أو يدوى سفسته يا يعني هر إدامي قيلك يا لا 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 إدامي قيلك يا دلا أجا أو جائز با دبو جائز بي أوشو أوش جائز نيو سفسته يا كبلي جبال شايق من لبيشو دكري لبيش بيو نيبينين خديمة شيش نيو لكن وصفتك بلاي دكري جبال شاهق من لبيش بيو نيبينين قلنا ممنوع أو استدلالا فإن الرؤية وش دليل منع سن لي منع كي فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى ولا تجب عند اجتماع الشرعي أو ممنوع كبلاي جبال شاهق من دكري لبيش بيو نيبينين لا نسلمك وصف ستايا شاكا لا نسلمك شنك الرؤية بخلق الله تعالى بلدك الجبال شاهق من لبيش بيو نيبينين تمام واجبني رؤية عند اجتماع الشرائع دلا اقا وجائز بي اوش جائزة تخرج دي اوش جائزني دلا نا وجائزة وانيا ممنوع بري اوش جائزني ومن السمعيات اقوى شبههم من العقليات أقوى شبههم من السمعيات قوله تعالى لا تدركه الأبصار أبصار خوي تبارك وتعالى نابين بلى وهو يدرك الأبصار بعد تسليم كون الإبصار كون الأبصار للاستغراق وإفادة عموم السلبي لا سلبي العمومي لا سلبي وكون الإدراك بعد التسليم كون الإدراك هو الرؤية مطلقة للرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرئي بعد تسليم أوانا والجواب بعد تسليم أوانا أن أو خبري والجواب يا أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال جواب بو أو دليل سمعي دواء أوي بسر من إنك أبصار بو استغراق يعني لا تدركه هيج أبصار يعني لا نسلم بو استغراق به تاكا أبصار أبصاري خلش دنيا يا منظورة أو بس استغراقي تدانيا متوجه دكري استغراق منظورة دواء أوي كبسر من أبصار بو استغراق دواء أوي كبسر من تاكا تاكا ونيا مفيدي عمومي سلبا نكسل بعموم مفيد عمومي سلبا شاكا بلا تكتكان سلب دكا نك من حيث المجموعة كي سلبك ومفيد أوي بي دواي أوي كبسل من إدراكك رؤية بمطلقي رؤية بمطلقي يعني مطلق الرؤية ديوانا فيبكا نك رؤيتي جتايبت بيوانا فيبكا كيوج رؤية على وجه إحاطة دان بد أطراف وأكناف مرئيكي دوائي هموي أوانك هموي لا نسلم أولا أبصار واستغراقني ثانيا سلمنا مفيد عمومي سلبني يعني همو أدراج أبصارك نايبين نكهز أبصارك مفيد عمومي سلبة نكسل بعموم بكا يعني هيز فردك نايبين يعني عمومي سلبة مفيد عمومي سلبة يعني هيز فردك نايبين جادرين مفيد عمومي سلبني ومفيد سلبي عمومي يعني همو أبصار نايبين بس هذيكو مثلا همو يعني نايبين تاكا أو جار لا نسلم إدراكك بمعنى مطلق به لا تدركه يعني بون نوع إدراكي كإحاطة بجوانب برئيك بدن آوى لا تدركه دواي هموي أو تسليمانك هيتيان ذكر التسليم نبين دلالة يدني لسر عمومي أوقات وأحوال أوجب هم وقت وهم أحواله دلالة كمان اللي سر الكه لا تدركه قد بلى وده هيج حالته جدا تاكا لا تدركه ذكر مزور دنيا بلى يا لا تدركه حالتك وقت بها هل تفسير أوقاتك كيف كينوا يا أحوالك كي جدا بكينوا تاكا مثلا ده حالة جدا كابرا لجهنم بي لا تدركه فرض كين يا ده حالة جدا كأهل عذاب بي ذكريه دلالتي على عموم الأوقات وأحوالي اللي قبولنا كإنك دلالتي لسر عموم أوقات وعموم أحوال في دانية بلى وقد يستدل تمام بلى بالآية على جواز الرؤية
ساكا إذ لا يمتنعد لما حصل التمدح بنفيها كالمعدوم لا يمدح بعدم رؤيته لامتناعها، وإنما التمدح في أنه يمكن رؤيته ولا يرى للتمنع والتعزز بحجاب الكبرياء. بله ساكا ذكري استدلال بكري هاد بو آيتز لسر جواز رؤيت. بله ساكا بله بعضيك هاد بو آيتي استدلالي لسر جواز رؤيت كدو كان لا تدركه الأبصار دليل لسر جائز بوني رؤيت. بله شنك أقا ممتنع با أو بعنوان تمدح خداي تعالى دفرمي لا تدركه تمدح يعني خد ستاي. بله خد ستاي ساكا إظهاري ممدوحيتي خوي شاك السناي خوي شاك أجا ممتنع بايا ديتن تمدحك بنفيك يحصل ندبو وكل شيء معدوم شاك لا يمدح بعدم رؤيته شاك وني مدحناك لخداي تعالى بويك معدوم نابينة شو نسمى ممتنعة شاك رؤيتي معدومي بلا كشيء معدوم كخدي معدومة كما دحناك لبويك نابين نا 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 نقولك خوي قرر معدوم نابين كالمعدوم لا يمدح بعدم رؤيتي معدومة معدوم مدحناك لبوي نابين دريه بلا أو معدومة شند مهمة شنك نابين دريه شن ممتنع رؤيتك بلا ساكا بلكو تمدح دوي دايا كممكن برؤيتك أما دعيني ممكن بوني دا نبين دلي لبر تاك تمنع تعزز لبر دارابوني عزت دارابوني مناعد لرؤيتي كسانجي كذا مقامي أويداني خداي ببين بلى تعزز وتمنع بحجاب كبرياء وعظمت يعني حجاب كبرياء وعظمت مانعي أويك ببين بلى تاكا بلى تمنع تعزز يعني خو منيع كردن وإظهار عزة خايم قلبون بحجاب كبرياء لرؤيته تمام تمنعك أقول نسيت أي تنفرد تفرد تفرد تمنع متمنعا يعني قبولي ممنوعي بون لرؤيته كردوها قبول يوم ممنوعيتي لخوي نسبة داوة لبر حجابي كبرياء تمنع معنى رؤية تمنع يعني خوي منع كرد خوي ممنوع كرد لرؤيتي تمام بلى خوي حاسية كرد لرؤية كردنية بلى وإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود فدلالة الآية على جواز الرؤية بل على تحققها أظهروا لأن المعنى أنه مع كونه مرئيا لا يدرك بالأبصار لتعاليه على التناهي والاتصاف بالجوانب والحدود أجر إدراك كينا رؤيتي على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود شاكا هو إدامة يستدل يا وإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب فدلالة الآية نولا إدامة أوين يا شاكا أو قصيش دي كده كدلا أجا إدراكي آية كيف كينا إدراكي على وجه الإحاطة دان بجوانب وحدود بلين لا تدركه يعني بإدراكي واك إحاطة بجانب وحدود يبدن دلالتك لسر جواز رؤية أظهرت لها شاكا أو جواز رؤيتك لو يورقتها جواز رؤيتك لو يورقتها كبو تمدحوت أو ويكردها تمدحو ولبروي لبر تمنعنا بندريا ونيا نايهاتوا أبصارك تغيير بدا بلا. شاكا أبصارك يتغير بلا أما أجا إدراكك لا نيستو تدركه وكي تغير بلا كليتي لا تدركه يتغير بلا أما أجا ما بين إدراكي كين عبارتي عن رؤيتي على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود دلالتي آياتك لسر جواز رؤية بل كل سر تحقق رؤية ظاهر ترى لوي
كأو خولة استدلال خويدا بتويتي يعني بتر أوقت دلالتي تدا لا تدركه يعني لا تحيط به الأبصار أو تمنع تعززي بتر تدايا أتاو كبري أو بتمدح وادلو اشتكى معنا أويا من الإدراج بين خاص بكين تمام شو كمعنى كي والدته ومع كونه مرئي خداي تبارك وتعالى بلام لبر تمنع تعزز لا يدرك بإبا أبصارا لتعاليه على التناهي شوكا دي تنبا أبصار تعالي تناهي واتصال بجوانب حدود دوية خداي تبارك وتعالى متعالي لس عن يا علا علايا بزان عن يا علايا عن التناهي أنا قلت دي أول ما مصمم على ذلك تعالي خدا لتناهي واتصاف بجوانب وحدود كنارا على ذلك تعالى عن ذلك ومنها أن الآيات الواردة في سؤال الرؤية مقرونة بالاستعظام والاستنكار يجلو دلائلانيك تاكا دلالة دكا من السمعيات ومن السمعيات أو ومن السمعيات بوانك دلنا بندري أو آياتان كوارد عند سؤال الرؤية داك يجلو بدبينم وان جواب دراوته كأنه هو شتن وادلا أو آتاني كوارد بون دا قبال داوا كرن رؤيته دا همو استعظام واستنكار يعني استنكار يعني بمنكور زانيني قصكي بمنكور زانيني سؤالكي يعني بقبيح نشانداني سؤالكي وبعظيم نشانداني سؤالكي هاوران دا قل استعظامي سؤالكي واستنكاري سؤالكي يعني عده منكرا وعده عظيما استعظام واستنكار تاكا بلا مثلا حضرتي مصادفة فرمي بل أنتم قوم تجهلون يعني أو شتي داوادك تاكا يا بلا أو جيغانك خداما بيشان دوا نالا تراني في منزولنا أو آيكينا تاكا بلا بلا والجواب أن ذلك لتعنتهم وعنادهم في طلبها لا لامتناعها أو استنكار استعظام لبر سؤالك يا نيا لبر وان عناد ينهبوه تاكا تعنت ينكردوه تعنني بهانا هنا نوبو بوي بيغمبرك محكوم كان تاكا بلقديت نوبو محكوم كردني بيغمبرك وعناد تاكا دا طلب كرني رؤيتك دا قصدي عناد وتعنت يا نبوة لبروينيا ممتنع برؤية يعني استعظامك بو يكراوه كأنقوه بو معاند بو فلان بو بهيز دابين نابن بو بهيز إيمان ناهن كانوا قيوتا ويخداتان بيشاندن وإلا لمنعهم موسى عليه السلام عن ذلك وإلا دنا حضرت موسى منعي دكردن عليه السلام لو كان غوتشون دا ورؤيته ذلك كما فعل حين سألوا أن يجعل لهم إلها هروك وايكر واختي داوان لكل كإلهي كان بقرار دا تا كتي أنتم قوم تجهلون أقبوا رؤيتك ممنوع بعدك أنتم قوم تجهلون شاكا وهذا مشعر بإمكان الرؤية في الدنيا شاكا أأوكا بلا بلا چه هوا هذا مش بلا نهي مقرون بالاستعظام أو يعني أواك أو استعظام واستنكار لبر تعند بوا ها بلا نلبر امتناع رؤية مشعر بوي ها أو استعظام واستنكار كلبر أوي بونا لبر أوي مشعر بإمكان رؤية الدنيا هذا شاكا يعني نتنها دليل نيلسر
عدم إمكان الرؤية بلكو هر دليل لسر إمكان الرؤية دا الدنيا دا بلا بلا تاكا و... تمام بلا ولهذا اختلف الصحابة في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج ولهذا تاكا اختلافيان بو صحابة اختلافيش في الوقوع دليل على الإمكان دليل الإمكان بلا. تمام بلا. وأما أول رؤية بو بتاو تاكا ونيا رؤيتي في الآخرة في دنيا ما المنزول بو بلا. ونيا بلا. وأما رؤية دمنام دا أو هيج اختلافي تداني يعني رؤية في المنام كمختلف فيه نيا وأما الرؤية في المنام أو مردي بحث اختلاف نبو دقل مخالفين أو متفقوا عليه بوا بلا وأوانيش دقج أو يرونتون بلا تاكا فقد حكيت عن كثير من السلف ولا خفاء في أنها نوع 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 مشاهدة يكون بالقلب دون العين خفاء دويدانية كرؤية دخيدان نوع مشاهدة بالقلب نوع مشاهد نوع مشاهدة وديتني بقلب بعينها تعمل دي اختلاف بين بلى بلى